لاحظت السيدة أن خادمتها تتأخر في الحمام فراقبتها، وكانت المفاجأة صادمة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يحمل قصة لسيدة سعودية تتحدث عن واقعة غريبة حصلت معها، وتوضح خلال مقطع الفيديو أنه خلال يوم من الأيام احتاجت السيدة السعودية إلى خادمة تساعدها على إتمام أمور المنزل، حيث كانت تعاني من مرض السرطان وتحتاج إلى من يساعدها. وأوضحت السيدة السعودية أن خادمتها كانت تفعل أشياء غريبة جدا، موضحة أنها كانت تتركها لوقت طويل وتذهب إلى الحمام، وكانت تراقبها وهي في حيرة من أمرها وتتساءل ماذا تفعل هذه المرأة في الحمام لهذا الوقت الطويل. وأضافت السيدة السعودية: قمت بمراقبة الخادمة حتى وجدتها تستخدم أداة لسحب اللبن من صدرها، وعندما سألتها لماذا تفعل ذلك قالت لها الخادمة عن السبب، وهو أنها تركت طفلها الرضيع مع أمها وجاءت للعمل. فكان رد فعل السيدة غريب جدا، حيث طلبت من الخادمة أن تذهب إلى بلدتها وتجلس مع ابنها الرضيع حتى يكمل رضاعته، وستدفع لها الأجر عن هذه المدة. وتقص هذه السيدة أنها بعد ذلك ذهبت إلى الطبيب الذي تتابع معه مرضها، فاكتشفت أن السرطان بدأ يختفي من جسدها شيئا فشيئا. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فأنتم تساهمون في نشر الخير الكثير.